الزلفلون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة حلول السنة الجديدة نتمنى لكم عام سعيد، كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله هذا العام يكون أحسن من العام الماضي. ندخلوا السنة الجديدة بهذه الكيكة اللذيذة والسهلة والسريعة بمكونات بسيطة، يعني إن شاء الله جربوها وتعجبكم. وهكذا المرة الثانية نتمنى لكم عام سعيد. هنا احتاج 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، 100 مع 120 غرام سكر عادي، يعني كيكة عادية ولكن بدون خميرة كيميائية. عندنا هنا ماء سخون نحط عليه خليط البيض مع السكر، نخلطوه بالفوي غير باليد، هكذا يذوب لنا شوية السكر، هكذا ما ينحرقش، نذوبوه مليح باليد. مالغري عندكم البيترا ولا باتور احسن باليد هكذا حتى يولي رغوه، نضيف عليه معلقه صغيره فانيليا، رشه ملح، ونكملو الخلط بالباتور ولا بالبيترا. لازم يتغير اللون تاعو ويتضاعف الحجم يعني بسرعة فائقة، هكذا تحصلوا على نتيجة جيدة. بما أن الكيكة هذه ما عندهاش خميرة كيميائية لازم طلعوها مليح. هذا الأثناء حضروا 80 غرام فرينة، ضيف عليها 40 غرام كاكاو البني احسن. كي تكملوا من الخلط شوفوا ولا ثقيل تحصلوا على هذا البيك دوازو. خلاص كملنا، جبدوا اون سباتول وغربلوا خليط الفرينة مع الكاكاو بهذه الطريقه، ما تضيفوش على اخرى بكميه قليله على مرة أو مرتين، ونخلط لكن ليس بجهد كبير هكذا ما يطيحش الخليط. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم، هي فعلا سهلة. انا هنا انا في البيت ما بقاليش لاصوص الشوكولا، حضرناها مع بعض، نخلي لكم الرابط تحت الفيديو. يعني هي صوص الشوكولا الاقتصاديه، انا ما كانش متوفر عندي في الدار، دونك ندير بديل تاعها، وانتم حضروها ولا الى عندكم الى متواجده عندكم في الدار استعملوها، يعني في هذا الجاتو يجيكم بنين بزاف بزاف. فوالا دونك نواصل الخلط. تعمدت نخلي طريقة الخلط ما نحيتهاش من الفيديو، هكذا تشوفوا بلي لازم تحركوا غير بالعقل. حضروا مول يدخل الفوا تاعكم سنيوة 28 على 16، انتما كل وحدة واش عندها، تقدروا ديروا مول دائري، دهنوها بالزبدة ورشوها بالكاكاو، فرغوا عليها الخليط، سويها هكذا من فوق، هكذا تاخذ شكل اوني مع طياب، هي بدون خميرة. اذا سويها هكذا بالمغرفة ولا بلا سباتولونا، دخلوها الفرن 150 درجة، 150 160 درجة، ديروا 160 درجة. هنالك بعد ما طابت لي ديو موز، قسموا هكذا من الفوق بصح ما تلحقوش حتى الاخر، جوست طبقه لي من الفوق. ها هكذا سخونه، نحيو الزايد، فوالا هاد البلاصه اللي رايحين نعمروها بلاصوص الشوكولا. فوالا راني نحيت كامل الطبقه، ديروها سخونه خير هكذا تجيكم سهلة. لا تخليوها حتى تبرد تتفتت،
مالك؟ انا عندي 100 غرام شوكولا كما قلت لكم، ما عنديش لا صوص الشوكولا، ضيف عليها 100 غرام قشدة طرية او لا كريم فخش، هي كريمة طازجة، هي رخيصة، هذوك لي ما تشريوهمش غاليين، قارورة تاع 300 مليليتر ب 120 دينار. دونك وهكذا سخون ذوبوه عفوا، وهكذا سخون فرغوه للكيكة تاعكم، هكذا تتشرب لكم، و طبقة تروح في الداخل وطبقة تقعد في الفوق. دونك فرغوها وهي سخونة، ما تنوهاش حتى تبرد، كملوا حطوها من جهة، اللي حبيتو حطوها في الفريغو ولا غير برا. هنا تروحو الشونتيي، عندي كاس لا كريم شونتيي وكاس ماشي معمر، ما طلعوها مليح من الباتور مالك حتى تولي فوالا جور دي بات، ديروها في داخل ان بوشا دوي، بداو حطوها من الفوق، من فوق صوص الشوكولا، هي غاناش شوكولا. من الاحسن تقدروا الا ما عندكمش لا بوشا دوي تقدروا تستخدموا مغرفه، بصح من الاحسن هكذا يجيكم خدمه نظيفه ونقيه. ديروا كاع في لي كوتي ولازم تغطيو الشوكولا وخليوها مجي. كما لاحظتوا هي طريقه سهله، طريقه التزيين اسهل، ديو نفس الكميه 100 غرام شوكولا سوداء مع كريمه طازجه او صوص الشوكولا اللي حضرناها مع بعض كما قلت لكم في البدايه، خلطوها صح. في هذا الاثناء لازم تبرد، خليوها تبرد باش تفرغوها على الشونتيي تاعكم. ما حبيتش نسبق في لاكريم شونتيي فوق لو جاتو، ما يجيش مشرب، دونك سبقوا في الشوكولا، زيدوا لا شونتيي، كملوا بالشوكولا بالغاناش ولا بلاصوص الشوكولا وزينوها. باقي تاع لاكريم شونتيي ديكم شكل شباب، تزيين بسيط، ديروا فرشة دوي، ديروا عليها لاكريم شونتيي اللي بقات، اكتبوا على الكاتو تاعكم. انا كتبت اسم قاسم غاز، عام سعيد، بون اني. هذه الكيكه اون فيت تقدروا ديروها في اعياد الميلاد، زينوها هكذا. التزيين يبقى اختياري. فوالا، نتمنى عجبكم الطريقة والوصفة، وعام سعيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. فوالا، ان لايك ولا ان كومنتار الى عجبتكم طريقتي، ومرة اخرى نقولكم اسقس انجز وعام سعيد، الى اللقاء في فيديو اخر السنة المقبلة إن شاء الله.